بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 17. بسم الله الرحمن الرحيم. شروط الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمع الكريم، نواصل معك الحديث عن شروط الصلاة، راجين من الله تعالى أن ينفعنا وإياك بما علمنا. اعلم وفقني الله وإياك أن من شروط الصلاة ستر العورة، وهي ما يجب تغطيته ويقبح ظهوره ويستحيى منه. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض أي باله إلا بخمار. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ونهى عن الطواف عريانا، فالصلاة أولى. قال ابن عبد البر: أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. فلا خلاف في وجوب ستر العورة في الصلاة وبحضرة الناس وفي الخلوة على الصحيح، فيجب على الإنسان أن يستر عورته حتى عن نفسه في الخلوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: فإن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال الله: أحق أن يستحيى منه. رواه أبو داود وغيره. قد سمى الله كشف العورة فاحشة في قوله عن الكفار: وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها وإن الله لا يأمر بالفحشاء. وكانوا يطوفون بالبيت عراة ويزعمون أن ذلك من الدين وأنه مما أمر الله به. فكشف العورة والنظر إليها يجر إلى شر خطير، وهو وسيلة إلى الوقوع في الفاحشة وهدم الأخلاق، كما هو مشاهد في المجتمعات المتحللة التي ضاعت كرامتها وهدمت أخلاقياتها، انتشرت فيها الرذيلة وعدمت فيها الفضيلة بسبب عدم ستر العورات. فستر العورة إبقاء على الفضيلة والأخلاق، ولهذا يحرص الشيطان على إغراء بني آدم بكشف عوراتهم، وحذرنا الله منه في قوله: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. كشف العورات مكيدة شيطانية، وقد وقع فيها كثير من المجتمعات البشرية اليوم، وربما يسمون ذلك رقيا وتفننا، فتكونت نوادي العرات وتفشى السفور في النساء، فعرضن أجسادهن أمام الرجال بلا حياء ولا خجل. أيها المستمع الكريم، إنه يجب ستر العورة بما لا يصف بشرتها، إنه يجب ستر العورة بغطاء لا يصف بشرتها، أي لا تمكن الرؤية من ورائه إلى ما تحته. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. فمواراة العورة باللباس الساتر أمر مطلوب وواجب، وحد عورة الذكر من السرة إلى الركبة، لحديث علي رضي الله عنه: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت. رواه أبو داود وابن ماجه. في هذا الحديث وفي الحديث الآخر: غط فخذك فإن الفخذ عورة. رواه مالك وأحمد والترمذي. ومع هذا كله، نرى مع الأسف الشديد كثيرا من الرجال عندما يزاولون الألعاب أو الأعمال يكشفون أفخاذهم ولا يغطون إلا العورة المغلظة، وهذه مخالفة صريحة لهذه النصوص، فالواجب عليهم التنبه لذلك والتقيد بأحكام دينهم وعدم الالتفات لما يخالفها، وأن لا يتجاروا مع من لا خلاق لهم. والمرأة كلها عورة، لقوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. صححه الترمذي. ولحديث أم سلمة
أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود. ولأبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من عورتها مكشوف لا تجوز صلاتها. هذه الأحاديث مع قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية، وقوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، قول عائشة: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. هذه النصوص من الكتاب والسنة وما جاء بمعناها وهي كثيرة شهيرة تدل على أن المرأة كلها عورة أمام الرجال الأجانب. لا يجوز أن تظهر من بدنها شيء بحضرتهم في الصلاة أو غيرها. أما إذا صلت في مكان خال من الرجال الأجانب فإنها تكشف وجهها في الصلاة، فهو ليس بعورة في الصلاة إذا خلت عن الرجال الأجانب، لكنه عورة عند الرجال غير المحارم فلا يجوز نظرهم إليه. وإنه لمن المؤسف المحزن ما وصل إليه كثير من نساء العصر المسلمات من تهتك وتساهل في الستر وتسابق إلى إبراز مفاتنهن واتخاذ اللباس الذي لا يستر، إما لأنه شفاف وإما لأنه ضيق يبدئ أحجام أعضائها ومفاتنها، تفعل ذلك تقليدا لنساء الكفرة والمرتدين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لذلك وأن يستروا عوراتهم تفاديا للفتنة وابتعادا عن الشر وعملا بنصوص الدين الحنيف. أيها المستمع الكريم، إن الله تعالى قد أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة وهو أخذ الزينة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمر سبحانه بأخذ الزينة لا بستر العورة فقط، مما يدل على أن المسلم ينبغي له أن يلبس أحسن ثيابه وأجملها في الصلاة للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، فيكون المصلي في هذا الموقف على أكمل هيئة ظاهرا وباطنا. نسأل الله تعالى التوفيق للعمل الصالح وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، إنه سميع مجيب. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين.